من ترتيل مزامير أبينا داود النبي، والملك بركاته على جميعنا آمين. أعترف لك يا رب باستقامتي قلبي، إذا عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظها هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري متى الإنجيلي البشير، بركته على جميعنا آمين. وللوقت ألزم تلاميذه أن يركبوا السفينة ويسبقوا إلى العبر حتى يصرف الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل على انفراد ليصلي. ولما صار المساء كان هناك وحده، وأما السفينة فكانت بعيدة عن البر بنحو 25 غلوة معذبة من الأمواج، لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل جاء إليهم ماشيا على البحر، فلما رآه تلاميذه ماشيا على البحر اضطربوا وقالوا إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم قائلا: تشجعوا وأنا هو، لا تخافوا. فأجاب بطرس وقال له: يا رب، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال له: تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء لياتي إلى يسوع، ولما رأى الريح خاف، وإذ ابتدى يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. فللوقت مد يسوع يده وأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ فلما ركب السفينة سكنت الريح، والذين كانوا في السفينة سجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله. فلما عبروا دخلوا إلى أرض جنيسارت، فعرفه رجال ذلك المكان وأرسلوا إلى جميع تلك القرى المحيطة، وقدموا إليه جميع السقماء وطلبوا إليه أن يلمسوا طرف ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه خالصون. والمجد لله دائما. من تراتيل مزامير أبينا داود النبي، والملك بركاته على جميعنا آمين. أعترف لك يا رب في الجماعة الكثيرة وفي شعب عظيم أسبحك، لساني يلهج بعدلك وبحمدك اليوم كله هللويا. من إنجيل معلمنا ماري يوحنا الإنجيلي البشير، بركاته على جميعنا آمين. وفي أول الأسبوع
جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكران والظلام باقٍ، فرأت الحجر مرفوعًا عن باب القبر، فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: قد أخذوا سيدي من القبر، ولست أعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكانا كلاهما يسرعان معا، فركض التلميذ الآخر وسبق بطرس وتقدما أولا إلى القبر، وتطلع داخلا فرأى الثياب موضوعتان ولم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الثياب بل مدفونا وموضوعا في ناحية وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى وآمنا، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي له أن يقوم من بين الأموات. فمضيا التلميذان أيضا إلى موضعهما، أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي تطلعت داخل القبر فأبصرت ملاكين جالسين بثياب بيض، واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة ما بالك تبكينا؟ فقالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء، نظرت يسوع واقفا ولم تكن تعلم أنه يسوع. فقال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكينا؟ من تطلبينا؟ فظنته أنه البستاني، فقالت له: يا سيدي، إن كنت أنت قد حملته فاعلمني أين وضعته وأنا أخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت هي وقالت له بالعبرانية: ربوني الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي. أمضي إلى إخوتي وقولي له: إني صاعد إلى أبي الذي هو أبوكم وإلهي الذي هو إلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. والمجد لله دائما. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول.
إلى تلميذه تيموثاوس بركاته علينا أمين. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يقبل إلى كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة وتعليم التقوى فقد تكبر وهو لا يعرف شيئا، بل هو مريض بالجدال وكلام الشقاق الذي منه يكون الحسد والخصام والتجاديف والأفكار الرديئة والمنازعات. أناس فاسد الرأي وعادم الحق يظنون أن التقوى تجارة، وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء ولا نقدر أن نخرج منه بشيء، وإذ كان لنا طعام وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يصيروا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية لا تنفع تغرق الناس في الفساد والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وأدخلوا أنفسهم في أوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واسعى في طلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر وقبول الآلام بوداعة. جاهد جهاد الإيمان الحسن وتمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع هذا الذي شهد أمام بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في وقت الله المبارك القادر وحده ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له الخلود ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه الذي له الكرامة والسلطان إلى الآباد آمين. أوصي أغنياء هذا الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يتكلوا على هذا الغنى الغير الثابت، بل يتكلوا على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتنعم، ولا تعملوا أعمالا صالحة ليستغنوا في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في الأعطاء مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يتمسكوا بالحياة الحقيقية. يا تيموثاوس احفظ الوديعة التي ادعيتها لك معرضا عن الكلام الدنس الباطل ومضاد العلم الكاذب الاسم الذي إذا قرأه قوم لم يثبتوا في الإيمان. النعمة لكم أجمعين، نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا آمين. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له. هلم الآن أيها الأغنياء ابقوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد فسد وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئ وصادهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم مثل النار قد كنستم في الأيام الأخيرة، وذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم. المظلومة منكم تصرخ أصوات الحصادين قد دخلت إلى مسامع رب الجنود، قد تنعمتم على الأرض وتلذذتم
وربيتم قلوبكم ليوم الذبح، حكمتم وقتلتم البار ولم يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى ظهور الرب، وذا الفلاح ينظر ثمر الأرض الكريم صابرا عليه حتى ينالوا أول الثمر وآخره. فاصبروا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن ظهور الرب قد اقترب. لا يئن يا بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا، وذا الديان واقف على الأبواب. خذوا يا إخوتي لكم مثالا لاحتمال التعب والأناة الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب، ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرأفة والرحمة وطويل الأناة، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه. وأما من يعمل بمشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس. بركتهم المقدسة فلتكن معنا جميعا يا أبائي وإخوتي. آمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب، وكيف حالهم؟ وكان برنابا يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلا وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله. فاجتاز في الشام وكيلكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربا ولسترا. وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترا وأيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا. وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة إلى الأبد. آمين. من مزامير أبينا داود النبي، والملك بركاته على جميعنا. آمين. شاكرين لك الدهري من جيل إلى جيل، لأننا نحن شعبك وغنم رعيتك. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا الإنجيلي البشير. التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. آمين. ولما صار الغد مضى يسوع إلى مدينة تدعى نين، وذهب معه تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة إذا واحد محمول قد مات وهو ابن وحيد لأمه، وكانت أرملة، وكان معها جمع كثير من المدينة.
فلما راها يسوع تراف عليها وقال لها: لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش، فوقف الحاملون وقال: أيها الشاب، لك أقول قم واجلس. فجلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمه، فاعترى الجميع خوف ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم، وافتقد الله شعبه. وشاع هذا الكلام عنه في جميع اليهودية وكل القرى، والمجد لله دائما. رجاء إذا أعجبك الفيديو دوس على زر إعجاب والاشتراك في القناة.